السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن من أفطر يوما متعمدا من غير عذر فلا يمكنه القضاء ولو صام الدهر كله؟ لا، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. يتوب إلى الله ويقضي، والله يتوب على من تاب. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.